محمد نهر اليوم صعيب شوية كونتر الملعب الجيبسي، حسيناه مر الملعب التونسي اللي استنينا اليوم يربح كونتر الملعب الجيبسي في البارك. انا اكثر واحد راه نحس بالمراره صحيح وحاس بالجمهور وحاس بالناس الكل، لكن ديما نقول الفو بوزيتيفي، نخزروا لشطر الكاس المليان ما نخزروش لشطر الكاس الفارغ. سيتي ان ماتش كومبليكي، شوف انا قلتها قبل بتاتر فما ناس تغش، تما انا انسان واقعي، راي الفرق الكل متقاربه في المستوى، ولا بروفوني شفتوا احنا نجيبوا في نقاط من برا نضيعوا في نقاط دوميسيل، وادوميسيل سي فري ماناش قاعدين نربحوا، وبتاتر عندنا مشاكل خاصه على مستوى صنع اللعب، لكن زاده ماناش قاعدين نخسروا. تشوف الفرق اللي كيفنا الكل خسرت مباريات في ملعبها، احنا ما خسرناش في الملعب نتاعنا. نحب نحكي على مباراه اليوم سبيسيالمون، لعبنا امام فريق راهو محترم ومحترم جدا، الملعب الجابسي تشوفهم لاعبي ملاعبي دي جوار اللي عندهم فيكو، راهو الكلاسمون نتاعهم ما يعكسش حقيقه الامكانيات الفرديه والجماعيه للفريق هذا. اون اليني ان ايكيب اوفنسيف، شفتوا معناتها ثلاثه مهاجمين جاك بيسون سليم جديد حسني، زوز لاعبين عندهم يعني نفس هجومي اللي هو الفزاعي والياس الجلاسي. سيطرنا تقريبا على المباراة على الشوط الاولاني، بون اللي نقصنا نقص الريتم ونقصت لاغريسيفيتي اوفنسيف. الريتم متسببين فيه اكيد احنا، ديما نخزروا مشاكلنا احنا، ومتسبب فيه زاد الفريق المنافس. شفت الفرق اللي تجي في المومون فور نتاعنا تدخل في تضييع الوقت، هذه ظاهره موجوده في كره القدم التونسيه ان شاء الله نتخلصوا منها. ما نحبش نقول الملعب، ما يلزمنيش نحط انا كمدرب ولا لاعبين نتاعي في مخي اللي الملعب نتاعنا راه عائق، ماهوش عائق، يلزمنا نلقاو الحلول. مع ذلك جات فرصه معناتها الشوط الاولاني شفناها نتاع جاك بيسون، اثر عمل معناتها ممتاز كنا نجموا نسجلوا. الشوط الثاني كيف جاو فرصتين حسني وجه لوجه جاك بيسون كيف، واعتقد ما جات حتى فرصه واضحه للملعب الجابسي. دونك نقصتنا ليفيكاسيتي. حاجه اخرى، اليوم نعرفوا احنا مشاكلنا شنو في الملعب التونسي على المستوى الفني، احنا كاطار فني يلزمنا نزيدوا نخدموا، يلزمنا نحسنوا، نتحمل مسؤوليتي كامله انا كمدرب، لكن النو مونك دو جوار اللي عندهم اكثر تكنيسيتي باش كي نلقاو مشاكل كيما هكا سواء نتاع ملعب ولا نتاع ديفونس رونفورسي، نلقاو لي جوار اللي نجموا كي سون كابابل باش يعملوا ليكسبلوا انديفيديوال. نقول مره اخرى يصبر علينا، ما يسالش يصبروا علينا الجمهور، الملعب التونسي راهو في المركز السادس، جدي بيان في المركز السادس، وراني انا اكثر انسان ماذا بيا يتحسن مردود الملعب التونسي فرديا وجماعيا. قاعدين نلعبوا بالكدا برا في الملعب نتاعنا، فما دي ماتش بون تعرف انسان العادي يقيم النتيجه ما يقيمش الاداء، فما دي ماتش عملناهم باهين، فما دي ماتش عملناهم خايبين، يلزمناش ديما الفو بوزيتيفي كما قلت، وعندنا مشاكل تو نعالجوها سواء بالعمل ولا بالانتدابات، فما زوز ثلاثه انتدابات معناتها نخدموا عليها مع رئيس النادي، دي جوار اللي على المستوى الفني معناتها عندهم لا تكنيسيتي باش ينجموا يل دي بلوك لا سيتياسيون دون دي ماتش باري، يبدا فريق واقف كما يلزم، فريق لعب تقريبا بخمسه مدافعين واربعه في وسط الميدان مع الملعب كما هكا، يلزمنا الملاعبيه اللي عندهم التوش تكنيك خاصه في 30 و40 متر الاخرانيين. توا بروشان ماتش دون 11 جور كونتر اسبيرونس، برشا سمعنا اللي الستاد تكاور كونتر اسبيرونس في رادس، سمعنا برشا يقولوا لي بتكاور في باردو، انت ككوتش بتاع ليكيب وين تخير تلعب، في رادس ولا في باردو؟ انا والله ديما نخير نحب نلعب في ملعب نجم نلعب فيه كوره. الملعب نتاعنا راكم شفتوا معناتها بار اكسبيريونس، ما نحبش نقول السبب راه ماهوش السبب، نتحملوا مسؤولياتنا كامله، مي ديما نحطوا في مخاخنا الملعب التونسي سادس. هذا ما اش قلت لك، لازم تشوف الباهي وتشوف الخايب. على مستوى الاداء كما قلت لك فما مباريات باهيه فما مباريات خايبه في الملعب نتاعنا، البرا قاعدين نلعبوا خير ما عدا مباراه مدين في اللي لعبناها في طرطان ومباراه النجم الرياضي الساحلي جات في ظروف معينه، المباريات الاخرين الكل يكومبري مباراه المتلوي اللي هزمنا فيها عدينا معناتها قمنا بمباراه ممتازه. دونك انا ديما نحبذ نلعب في ملعب اللي نجموا نلعبوا فيه كره اللي يتماشى مع امكانياتنا. دونك نشوفوا معناها المديره والصالح واللي راهو فيه مصلحه للنادي وللفريق ان شاء الله هو اللي باش يصير. شكرا.